قالوا لي عندك مع الرقص. الرقص عزيز عليك تشطحي. اها يا فاهمه صح. دونك تي اون بو دير تي ان ارتست دو شو يعني دو سين صح سي فري. حلف موازين مثلا تي الفنان تي كيجيبوا للفنانه كتجيب دانسور دانسوز وما هما ماشي سينكرونيزي. يعني مثلا واحد غادي دير لا دانسوز ان با والفنان خصو يدير لو ميم با. يعني سي ان سبور يعني هو رياضه ماشي رياضه ماشي رقص. هو رقص هو فن. فن ماشي عيب. لا حيت هو كي عندك لاغ كونت عندك لا دانس كونتمبورين عندك لا هي دي غراندز ايكول دو دانس عندك لي ستايل اللي جاي من امريكان. يعني عندك بزاف ديال وكتلاحظي بان الفنانين المغاربه ما عندهمش الجرأه في الرقص. كنهضر على الفنانات اكثر سي دوماج ولا ممكن هما ما عندهمش ذاك لو عاوتاني سي با دوني ا تو الموند. تقدري انت افيك لي ريبيتيسيون لهذاك تعلمي مي يمكن كنقول مع عرض الله اعلم ما عندهمش ذاك هذا ديك لا فاسيليتي باش يشطحوا ممكن. انا بعدا جو تروف سي دوماج. فانا ياك فنانه كومبليت يعني فيا ذاك لو شو كيما قلتي ويعني سي دوماج. بلا ما عيطوا لبيونسي شاكرا. لا ولكن فيها مهرجان دولي ضروري غادي يجيبوا اكيد قلتها غير يعني مثلا يقدروا يعيطوا عندهم ففنانه مغربيه اللي هي دير شو في الاسئله اللي هي ناجحه حتى الجمهور يعني يبغي داك الشيء. انا كنفتخر فخوره ملي كنمشي لشي دول يعني.